ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة لآخر المستجدات الإخبارية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل أنتم في الاستماع لإذاعة الهاتف، موعد جديد من ريكاب ميدي، نص نهار و18 دقيقة من توا حتى لساعتين. نرجع على أبرز المستجدات على الساحة الوطنية اللي تهم الشأن العام في تونس. نجموا تسمعونا على البوند اف ام 90.3 وإلا على الباج فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة مقابلة بالفرنسي الحياة اف ام، أو بيان على في ستريمينج الحياة اف ام .net. نرحب بالفريق العمل معي لليوم، أحمد المخلوفي في الإخراج التقني للحصة، سيف بولعرس في الديجيتال، معكم سهم حمدي في الميكرو من توا حتى لساعتين في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي، متابعات تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي في أخبارنا الجهوية؟ نرجع على موضوع أو قضية راجت بشكل كبير على السوشيال ميديا، أم تبيع رضيعها. شنو التفاصيل في هذه القضية؟ باش نرجع عليها في ريكاب ميدي في الأكتواليتي لليوم. سينو على صعيد الوطن اليوم نحكيه مع عميد المحامين الأستاذ إبراهيم بودربيلة على اللجنة الاستشارية القانونية والاجتماعية والاقتصادية الاجتماعية اللي يترأسها الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الرفض الذي يتوسع في الأثناء بخصوص مبادرة رئيس الجمهورية. كذلك نحكيه على موقف اتحاد الشغل اللي البارحة الهيئة الإدارية الوطنية أعلنت رفضها المشاركة في الحوار الوطني، وموقف كما هذا يعني موقف مهم جدا ويمثل ربما قد يكون منعرج على الساحة السياسية في تونس. سنوزيد نحكيه على موقف رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قبلت المشاركة في الحوار ولكن بشروط. علاش قبلت؟ شنو ما الشروط؟ وخاصة ماذا يدور حاليا في هذه اللحظات لقاء بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان؟ إن شاء الله يكون معنا سي جمال مسلم في ريكاب ميدي اليوم. هذا وأكثر يسنى فيكم في ريكاب ميدي من توا حتى لساعتين، مرحبا بكم الناس كل. وصلنا عرو 36 دقيقة، أنتم في الاستماع لإذاعة لحتى فهم. هذا ريكاب ميدي كالعادة، البداية تكون بالأكتواليتي. أكتواليتي في الأكتواليتي لليوم نحكيه على خبر قد يروج على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول وأنه أم باعت الرضيع متاعها. ما حقيقة هذا الخبر؟ شنو صحيح شنو الغلط وشنو التفاصيل متاع هذه القضية؟ تتسويت معنا بالتليفون الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة واحد سيد معز اليوسفي. سي معز اليوسفي عاصمة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا ومرحبا بالسادة المستمعين على أمواج إذاعة حياة فهم. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة سي معز اليوسفي. لو كان تعطينا توضيحات بخصوص مراج على صفحات التواصل الاجتماعي. وجب دائما تنسيب الأمور، الخبر صحيح لكن ظروف وملابسات الواقعة تنطلق من وقائع ثابتة تعود إلى سنة 2018 تاريخ يعني وضع المولود. يعني نحكيه على الطفل عمره الآن 4 سنوات. هذه المرأة هي من ذوي الأصناف أو العائلات الهشة، تمت إحالة الطفلة لحضانة فعلية لفئة امرأة أخرى بعد توسط امرأة بينهما. الموضوع عندما بلغ إلى علم النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض. بطبيعة البحث التحقيقي عنوانه الكبير هو يعني قانون 2016، قانون عدد 61، قانون الأساسي الذي يمنع الاتجار بالبشر ومكافحة ومنع جميع أشكال الاتجار بالبشر خصوصا تلك التي تسلط على النساء أو الأطفال. ديما نذكر وجب تنسيب الأمور. صحيح الخبر كظاهرة يعني خطير، لكن وقائع وظروف وملابسات هذه الحادثة تظل تحت أنظار السيد قاضي التحقيق الذي دوما يظل سيد نفسه في اعتماد
التوصيف القانوني للوقائع وبالتالي يقرر المسؤوليات على ضوء ذلك وعلى ضوء ما عهد به من أبحاث. به سي معز، فما بعض نقاط رجاء توضحوا منا. إذا كان الحادثة هذه تعود إلى سنة 2018، التحقيق تفتح توا، علاش كل هذا الوقت؟ يعني شنو هو السبب اللي خلى؟ هو عرضيا في نطاق البحث في قضية أخرى تم يعني كشف هذه الفعلة التي يجرمها كما قلنا قانون 2016. ظروف وملابسات هي الظروف لا زالت غير ثابتة، لماذا تعمدت هذه الأم يعني إحالة هذه الطفلة؟ هنالك الأبحاث من سماعات والعديد من المعطيات التي تظل يعني محورية لتحديد المسؤوليات. الثابت كونه البنت تم إحالتها لمرأة قصد حضانتها، الثابت كذلك أن المرأة الحاضنة هي من تولت منذ أن كانت الأم حامل بالطفلة في غضون شهرين إلى أن تم وضع المولود، كانت الأم الحاضنة حاليا هي التي تساعد تلك المرأة في مصاريف طبية وعلاجية وخلاف ذلك. الأم البيولوجية هي متزوجة ولا الولادة تمت خارج إطار البنت الزواج؟ هذه خارج إطار الزواج، خارج إطار الزواج، يعني ليس هنالك علاقة زوجية شرعية. وبالتالي هنالك أبحاث لا تزال متواصلة، تم حصر الشبهة في ثلاث أطراف، هي المرأة يعني الأم الطبيعية، الأم الحاضنة، وبالتالي من توسط في هذه العملية. ومعناها عندكم فكرة سي معز على الوضعية اللي تعيش فيها البنية هذه اللي عمرها توا تقريبا 4 سنوات؟ احنا في مثل هذه الأمور لابد من المحافظة على التوازن النفسي والعائلي للطفلة وفقا لمبدأ مصلحة الطفل المحظون. بالطبيعة هناك تدابير إجرائية سيتم يعني اتخاذها على وجه الاستعجال للمحافظة على وضعية هذه الطفلة، هي عمرها 4 سنوات. علما وألا نفس المرأة الطبيعية لها من الأبناء خارج كذلك إطار الزواج، ولدوا مجهولي الهوية، وبالتالي هي وضعية اجتماعية هشة. وسلمت فيهم ولا مازالوا عندها سي معز بقية الأطفال اللي هما زادة مولودين خارج إطار الزواج؟ هناك من الأطفال من هو مودع بمؤسسة يعني تعنى بالإحاطة بالطفولة، وهنالك من الأطفال مودع لدى ذوي المرأة، وهنالك من الأطفال من هو في حضانتها الآن. وكيف نحكيه على عملية بيع سي معز؟ يعني خذيت مقابل مادي يعني من المرأة هذه في قضية الأمور تدار على نسبياتها وباحتراز تام. لابد من الوقوف على شراءة هذه الإحالة، ومن ثم اعتبارها إحالة أو بيع أو تفويت أو استغلال أو استغلال حالة استضعاف، وهي معايير يضبطها قانون 2016. وبالتالي من شأن التحقيق والتعمق في التحقيق أن يكشف العديد من الملابسات، وعندئذ يتم تحديد التوصيف القانوني الصحيح، وكما يتم تحديد المسؤوليات القانونية طبقا لكل مركز من الأطراف المظنون فيهن. هما في حالة احتفاظ الأطراف؟ سيد قاضي التحقيق لم يصدر بطاقات إيداع في حقهن 3 نسوة، وبالتالي بقائهن في حالة سراحة إلى حين استكمال الأبحاث. وما مصير مثلا الأطفال اللي عند المرأة هذه اللي كلهم يعني خارج إطار الزواج؟ كما وضحت المحافظة على التوازن النفسي والعائلي للطفل المحظون إلى حين اتخاذ تدبير استعجالي في حقه من طرف المصالح المختصة، هنا ابليكاسيون تاع واجب الأشعار مندوب حماية الطفولة، وبالتالي متابعة اجتماعية ونفسية وصحية إلى غير ذلك في خصوص هذه الطفلة. واضح سي معز اليوسفي الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 1، شكرا جزيلا لك على تدخلك معنا ومدنا بكل هذه التفاصيل بخصوص القضية اللي قاعدة رايجة برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. كان يعني سي معز اليوسفي اعطانا جل التفاصيل المتعلقة بهذه القضية. دقيقة انتم في الاستماع لإذاعة الحياة فهم، موعد جديد من غيكات ميديك العادة، نحكيو على آخر المستجدات على الساحة الوطنية والساحة السياسية في تونس في الانترفيو دي جو. انترفيو دو جور. معايا في البلاتو سي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. مرحبا سي حمادي، اهلا وسهلا. مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين.
شكرا لك. للحديث على الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة على ترأس الأستاذ بودر بلا عميد المحامين التونسيين للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية على الجدل اللي صاير بخصوص هذه النقاط، معنا في تليفون الأستاذ إبراهيم بودر بلا عميد المحامين التونسيين. أستاذ مرحبا بك على إذاعة الحياة فان. أستاذ نعاودوا نتصلوا به أستاذ بودربيلا. دونك نرجع معك سي حمادي البقلوتي، جدل كبير اليوم صاير في تونس خاصة بعد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل رفض المشاركة في الحوار الوطني. الحقيقة هوني سؤال نطرحه، ما مصير الهيئة الوطنية الاستشارية وأشغالها في بعد أو بعد رفض الاتحاد لمبادرة الحوار؟ هي هيئة استشارية وبالتالي يتغيب عليها الطرف أو يطل، فأنا ستواصل العمل. هذا رأيي معناها، وأعتقد أنه مش يكون هذا يعني. وفما نقطة أخرى سي حمادي، هو أنه يعني الحضور أو الاجتماعات متاع الليجين هذه صلبة الهيئة الوطنية الاستشارية ما يستوجبش نصاب. ما هي هنا قلت لك هو استشاري بمن حضر، دائما بمن حضر، ثم هي في النهاية القرار الأخير لرئيس الجمهورية، وبالتالي هي ستقدم مسودة عمل. واضح. معنا الأستاذ إبراهيم بودربيلا عميد المحامين التونسيين. أستاذ مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. أستاذ بودربيلا عسلامة، مرحبا. العميد إبراهيم بودربيلا مرحبا بك. سيف تشوفنا تكلمنا تكلمنا سي إبراهيم بودربيلا، دونك ما نعرفش شنو الإشكال بالضبط في الصوت. معايا سي إبراهيم بودربيلا عميد المحامين التونسيين، مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ بودربيلا، مرحبا. شوفنا سيف مرة أخرى، نعود نتصل به أستاذ، ممكن ما سمعش تليفون ولا ريزو ولا ليهو. نرجع معك سي حمادي. قلت أنه الهيئة هي أساسا استشارية وبالتالي مش تقدم مقترحات، والمقترحات مش يقع النظر فيها في إطار، خاطر هي الهيئة مقسمة يعني، ومش يقع تجميعهم الكل، وأكيد مش يقع النظر فيها والمصادقة عليها والإعلان عليها من طرف رئيس الجمهورية. ولكن هذا سي حمادي يولي تصعيد، ونقوله معناها شنو الجدوى متاعو في ظل توسع دائرة الرافضين؟ يعني في نهاية الأمر نشكون باش نعملو احنا هذا الكل إذا كان كل الأطراف سترفض أعمال اللجنة ومخرجات اللجنة حتى لو كانت استشارية، بالتالي سترفض يعني توجهات الرئيس أو خيارات الرئيس والخطوات القادمة. فهوني يظهر لي المسار باش يكون محدود. نتائج الاستشارة موجه للشعب التونسي وليس موجه لطرف أو لطرف آخر، وبالتالي الهيئات تات نطرح السؤال أنا بشكل آخر، هو عملوا قبل حوار وطني شنو اللي علاش اتفقوا؟ اتفقوا جابوا حكومة متكونة من شهر جوان، وبالتالي كان حضورهم سوريا واخذوا جائزة نوبل. ولكن وقتها كان فما توافق يعني او اتفاق او اطراف مرحبة بهذه القرارات. الكارثة اللي في تونس هي التوافق المغشوش. بس نبدأ واضحين، هما التوافق في ظاهره. معنا استاذ بودربيلا عسلامة. استاذ مرحبا بك. العميد إبراهيم بودربيلا عميد المحامين التونسيين، مرحبا بك، أهلا وسهلا. يظهر لي في مكان فيه برشا ناس وعنده صحيح. صعوبة أنه يستمع إلينا. صحيح، ممكن. نرجع معك سي حمد. أنا نوصل معك أنه ثقافة الحوار بالأساس هي، هي في تونس ما عندناش ثقافة حوار بناء. مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا. يعيشك أستاذ. دونك نحكي اليوم على الهيئة الوطنية الاستشارية واللجنة اللي تترأسها. تعلق التليفون به، تعاود تتصل، عاود اتصل بأستاذ بودربيلا، كان نجمو ناخذوها معنا. دونك نكمل معك سي حمادي. شوف قلت لك ثقافة البناء راي صعبة شوية،
مع احترامي لرأي الاتحاد أنه يشارك أو لا يشارك، هو ذاك يعني رأيه. وأنا هو القرار وقع اتخاذه من طرف هيئة إدارية وهي السلطة العليا يعني على في اتحاد الشغل، اتحاد الشغل يعني هما يعني. ولكن أنا رأيي كمواطن يعني أتابع هذا الشأن العام وغيره، إلى متى يبقى الاتحاد هو أساسا الرفض؟ هو اليسار بصفة عامة دائما عنده ثقافة الرفض، يعني ثقافة البناء. قد أتفق مع الرئيس وقد لا أتفق معه، ولكن مصلحة التونسيين اليوم العالم الكل على شفا حفرة. هذا اللي يقول فيه اتحاد الشغل. العالم احنا عنا ضيفنا اتحاد الشغل، باش خلينا نتناقشوا فيه مع ضيفنا مع اتحاد الشغل، باش نحكيوا أكثر على موقفهم وعليش والبناء والحوار وغيره. اليوم نحكيوا على لجنة اقتصادية اجتماعية، حبينا نحكيوا مع الأستاذ بودربيلة شنو النقاط اللي باش تخدم عليهم، كيفاش باش يتم التوفيق بين مختلف الأطراف في الهيئة الوطنية الاستشارية هذه، شنو هما المخرجات، خاصة شنو باش يصير من بعد رفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار الوطني. معنا سي إبراهيم، معنا سي إبراهيم بودربيلة عميد المحامين التونسيين، إذا كان يسمع فينا نجمو نحكيوا معاه بخصوص برشا نقاط يعني تم طرحها. معايا أستاذ بودربيلة، مرحبا أستاذ بودربيلة، أهلا وسهلا سيد العميد. سيد العميد مرحبا بك. ما نجموش نواصلوا كيما هكا، هو يسمعنا واحنا ما نسمعوش، هو يسمعنا واحنا ما نسمعوش. هذا كي ثم اشكال على مستوى جانب تقني من في التليفون ولا في المكان اللي هو يعني مش يسمع فينا، مش يسمع فينا به. نشوفوا على كل حال الاشكال، دونك حبينا نحكيوا مع الاستاذ بودربيلة على جمله من النقاط. اول حاجه حبيناه يرد على الانتقادات اللي سايره بخصوص ترأسه للجنه الاقتصاديه والاجتماعيه، حبيناه يرد زاد على موقف عدد من المحامين من مشاركته في هذا، اللي هما يقولوا انه يعني يلوموا عليه كيفاش يقبل المشاركه في حوار على شكلته التي قدمها رئيس الجمهوريه قيس سعيد. ان شاء الله يكون ضيفنا في مناسبه اخرى الاستاذ بودربيلة، علاش لا نجموا نسقوا معه. تفضل سي حمادي. اولا عميد بودربيلة هو منتخب، وأذكر جيدا أنه في الدور الأول ما كانش عنده أكثر من منافسه، وفي الدور الثاني أنه المحامين اللي هما ينتميوا لحزب معين تقريبا في حدود 300 كان حوله إجماع، هما اللي رجحوا الكفة. ما دام تم انتخابه ويمثل هيئة، فاللي يشككوا فيه وقتها تولي يعني وكأنه. ولكن مجلس العمادة أصدر بيان بخصوص يعني المشاركة في الحوار به، هو مجلس نتاع العماد، هو راهو رئيس، هو رئيس هيئه بصفته وبشخصه، فاذا كان العماد تتبرا منه كعميد هذاك موضوع داخلي يهم المحامين. اما على مستوى الانتقاد انه يترأس لجنه اقتصاديه، هات سيدي نبداو البرلمان، خلي كانوا يترأسوا لجنه الطاقه خبراء في الطاقه، واللي كان يترأس لجنة الفلاحة خبير في الفلاحة، واللي عنده ديبلوم سياحة وشدد لي برنامج، والوزراء اللي كانوا يتسموا أخي، هل أن الوزير اللي كان يتسمى كان اختصاصه في المجال؟ راهو رئاسة لجنة هو دور تنسيقي أكثر منه واعتباري شخصية. به مفهوم اللجنة في البرلمان صحيح اللي تحكي فيه اللي يترأسوا لجان في البرلمان قبل ما همش من أهل الاختصاص بتاع اللجان اللي يترأسوها، ولكن قبل سي حمادي كانت لجنة في البرلمان تخدم، والخدمة هذيك فقط هي في داخل اللجنة يعني في أعمال اللجنة، بعد تترفع إلى الجلسة العامة يتناقشوا حولها، يجي الوزير المعني بالأمر. ولكن هوني ما عنيش الشكلة هذه، يعني هوني المخرجات متاحة مش نمشيو فيها. لا عندنا الهيئة هذه ستقدم، لأنه هي ثم ساعة الهيئة الكبيرة اللي ترأسها سي بلعيد، اتفقنا؟ ثم عنده لجان أخرين مش يقوموا بعمل يقدموه سي بلعيد. راهو الجانب هذايا التقني هذا مهم جدا، انه الهيئه تدعو اللي تراه صالحا، وكان حتى البرلمان كان يستدعي في ناس ويستدعي في خبراء ويقدم المقترحات والمشاريع والنسخه الصفر يعني ما يسمى ذاك من الاول، يعني يقدموها لبرشا ناس ويقع اعتمادها. اليوم نفس الشيء، تقول لي انه الوقت قصير. الجانب الاقتصادي هاد تويكا نحكيو بكل صراحة وصدق، هل
التوانسة راضين على المنوال الاقتصادي اللي وقع تناوله من الاستقلال إلى اليوم. باهي بدينا بالتعاضد ومن بعد قلبوا صفحة وأصبح التعاضد سيء. جاء المرحوم هادي نويرة وحكاية الليبرالية والاستثمار الخارجي اللي جاء وقانون 72 وقانون 75 وما واللي جامعة مرينا في مرحلة أخرى عام 85 و86 واللي قال إلى أنه وقتها عارك ومعروف ودنيا والدينار طاح 25% والناس كلها جينا في التسعينات وإعادة هيكلة مؤسسات والدعم للمؤسسات البنكية والمالية. جينا في 2008 دعمنا البنوك، جينا في 2016 ولا 2000 دعمنا البنوك لأول مرة في التاريخ. أنه في تونس نهار اللي جات أزمة أعطوا فلوس لعائلات الفقير بالنسبة لي يعني. وهذا يعني مهم أن المجهود الوطني كان دائما يذهب لرأس المال. اليوم المجهود الوطني على الأقل ثم جانب منه قاعد يمشي للناس اللي هم فاقدي سند واللي هي أسر ضعيفة وتأثرت بكورونا وتأثرت بالوضع الاقتصادي. المنوال الاقتصادي الذي سيقع اعتماده اليوم في العالم الكل الناس قاعدة تغير ينغيروا يعني احنا تحبوا نبقاو بالطريقة القديمة مش نواصلوا بنفس الشيء كده. واضح سي حمادي دونك التغيير رأيي والتغيير آخر كلمة احنا في طبيعة البشر نرفض التغيير نحبوا الاستكانة للوضع نحبوا هنا خويا ريكش تميكا عندي مصالح ولا حتى ما عنديش مصالح. نشوفوا على كل حال ان شاء الله تو نحاولوا ننسقوا موعد اخر مع الاستاذ بودربيلة وخلينا نحكي شنو هو اعطينا رايه هو اي الاقتصاد وكان فما تغييرات في هذا من خارج الاطار كملاحظات عابرة حول ما أثير من جدل وحكايات وماناش خبراء لا في الاقتصاد ولا في أي علم من الأمور. واضح سي حمادي مشكور جدا. بعد شوية إن شاء الله يكون ضيفنا من اتحاد الشغل نحكي معاه على موقف الاتحاد وعلى نظرته وعلى مستقبل البلاد بصفة عامة. الحياة فهم مازلنا في الانترفيو دي جور. انترفيو دي جور سي حمادي البارح تبعنا الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اللي أعلنت في المساء عن قرارها رفض المشاركة في حوار وطني على صيغته الحالية كما يعني يقترح رئيس الجمهورية قيس سعيد وترقت لمجمل الأسباب. ضيفنا لليوم باش نرجع معاه بأكثر تفاصيل على هذه الأسباب ونشوفه خاصة ماذا بعد رفض الاتحاد لمبادرة الحوار الوطني كما قدمها رئيس الجمهورية قيس سعيد. هذاك علاش معنا بالتليفون السيد عبد الله العشي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. سي عبد الله العشي عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. عسلامة، مرحبا. مرحبا سي عبد الله. مرحبا، تحية لكم وتحية للمستمعين لإذاعتكم الموقرة. شكرا جزيلا لك سي عبد الله العشي على قبول الدعوة. إذا تابعنا البارح باهتمام بالغ موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، رفض الاتحاد المشاركة في حوار، قال إنه حوار صوري وشكلي ويعني نتائجه موضوعة مسبقا. نرجع معك بأكثر تفاصيل على الأسباب اللي خلت الاتحاد يرفض هذه المبادرة، الاتحاد اللي هو قدم عدة مبادرات سابقا للحوار، الاتحاد اللي قادر الحوار متاع رباعي الراعي للحوار الوطني، اليوم يرفض المشاركة في هذا الحوار، علاش سي عبد الله؟ شكرا. أول حاجة لابد من تأكيد أن الاتحاد لا يرفض الحوار وإنما هو داعية حوار، ولكن داعية الحوار الجدي والمسؤول الذي تطرح فيه كل النقاط على أرضية التفاوض. أما الحوار الذي تكون مخارجه مسبقة ومعلنة ولا يشارك فيه الاتحاد ويدعو وتم دعوة الاتحاد ليصادق على مخرجات، لذلك عبر الاتحاد أنه يرفض هذا الحوار الشكلي واعتبره شكلي. والاتحاد عبر مؤسساته عبر الهيئة الإدارية التي اعتبرت أن هذا الحوار ليس جديا ولا يمكن أن يقدم المخارج لتونس. طيب سي عبد الله، وأن الاتحاد أي مع 25 جويلية ويرفض العودة للقديم ويعتبر أن عشرية سوداء داء
دمرت البلاد، إلا أن رئيس الدولة عندما أقدم على مشروع 25 جويلية وسانده الشعب والاتحاد بدوره في بيان 26 كان بطيئا جدا ولم يقدم على التحويرات والإجراءات والآليات الكفيلة بتطوير الأوضاع وإصلاح الأوضاع. والاتحاد يعتبر أن 25 جويلية هي فرصة لتصحيح المسار ولإنقاذ البلاد من حالة التدهور، إلا أن رئيس الدولة لم يستمع للأطراف الاجتماعية بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان في كل مرة يقدم المقترحات ويدعو إلى حوار بين كل مكونات الطيف الاجتماعي والطيف السياسي. مسألة أخرى كذلك، الاتحاد لا يمكن أن يصادق على مشروع تصفيتي الأحزاب السياسية. نحن لا يمكن أن نقتنع بأن الديمقراطية تصنعها الأشخاص. طبعا عندما نتحدث عن الأحزاب فهناك أحزاب شاركت في الحكم وساهمت في تدمير البلاد، فهؤلاء غير معنيين بالحوار ورئيس الدولة بإمكانه أن يستغني عنهم وهو يصرح بأنه لا يتحاور مع الفاسدين، لكن هناك أناس آخرون لهم مواقف وطنية ولا بد من تجميع الأطراف وطرح المشاكل بأمور جدية لإيجاد المخارج. أما أن يتم الاعتماد على استشارة إلكترونية لم تتجاوز 500,000 وحولها عديد نقاط الاستفهام وتعتبر مخارجها أو المواقف التي وصلت إليها معطيات أساسية سيتم التحاور من أجل شنو ما نقاط الاستفهام سي عبد الله؟ لا يقبله سي عبد الله. سي عبد الله شنو ما نقاط الاستفهام اللي يطرحهم ولا يراهم اتحاد الشغل في الاستشارة الوطنية؟ الاستشارة الوطنية من نهار الأول قلنا الاستشارة الإلكترونية لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار الاجتماعي. قلنا اعمل على رأة الاستشارات ولكن لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار الاجتماعي. والحوار ولا الاستشارة هذه معناها استشارة محدودة متاع 6% ولا 7% 500,000 وحولها عديد نقاط الاستفهام وصلوا حتى ل 16 عام. هل هذه تمثل الشعب التونسي؟ واضح. به سي عبد الله العشي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل، نرجع على مقتطفات من تصريحات الامين العام البارح الطبوبي الذي دعا رئيس الجمهوريه قيس سعيد الى تقديم التنازلات، وقال انه تقديم التنازلات والقيام بمراجعات هي من شيم الكبار خاصه كي تبدا في مصلحه تونس. ما هي المراجعات ولا التنازلات اللي طالب بهم اتحاد الشغل ويراهم اليوم ضروريين من اجل يعني خروج تونس؟ أن يعدل عن هذه اللجان التي نصبها واختارها هو دون مخارج ودون حوار اجتماعي ودون اتفاق مع مكونات المجتمع المدني والمجتمع السياسي والاجتماعي. هو قرر كل شيء، اللجان عينها واختار أشخاصها، المخارج والاتفاقات كيف إذا الاتحاد مش يمشي زين ولا مش يكون تاع دور. ولكن كيفاش تقرا سي عبد الله موافقة شركائكم في الحوار الوطني اللي تعمل في 2013 انهم يشاركوا في هذه اللجنة الوطنية الاستشارية هذه من اجل جمهورية جديدة؟ شفنا رابطات حقوق الانسان قبلت، ولكن البارح في اجتماع مكتبها التنفيذي يعني حطت شروط، شفنا عميد المحامين يترأس لجنة، وانتم ما كان يجمعكم نفس عميد المحامين يترأس لجنة اقتصادية واجتماعية، كان بالإمكان أن يترأس لجنة تتصل بالحقوق. على كل هذا غير مهم، فالمنظمات كل منظمة لها نظامها الداخلي ولها قوانينها ولها طرق تسييرها. احنا قطعنا اشواط مع الاستقلاليه ومتمسكين باستقلاليه الاتحاد العام التونسي للشغل ومتمسكين بان يكون الاتحاد الى جانب الشعب والى جانب طموحات الشعب والى جانب انقاذ البلاد، ونعتبر ان هذه المحاوله لا يمكن ان تنقذ البلاد. لذلك اختلفنا.
واضح سي عبد الله من كلامك. تابعنا من خلال البيان ومن خلال النطق الرسمي عن الهيئة. من خلال البيان لابد أن يتم التأكيد على أن الاتحاد عندما رفض هذا الحوار الذي اعتبرناه شكليا لا يعني أن الاتحاد مع جماعة الخلاص الوطني أو جماعة ضد الانقلاب. هذا هو تقريبا الاتحاد ضد هذه المنظومة، لأن هذه المنظومة دمرت البلاد، وما أقدم عليه قيس سعيد يوم 25 اعتبرناه خطوة جريئة وفي المسار الصحيح، ولكن تلجأ ولم تتبعها الإجراءات الكفيلة بتفعيل 25 إجوية باش يكون طريق الخلاص لتونس. يعطيك صحة، أنت تقريبا لخصت اللي مش نقوله أنا، هو عدم العودة إلى ما قبل 25 جويلية. يعني هناك التقاء بين الاتحاد وبين شريحة كبيرة من التوانسة حول تغيير تونس إلى مسار جديد، مسار سياسي جديد، اقتصادي اجتماعي جديد. أن يقع اختلاف أو ربما بطريقة التعامل مع هذا الحوار، هذا طبيعي. الاتحاد طول عمره جهة من الجانب الآخر من السيستام، يعني هي دائما في المعارضة وهذا طبيعي. لكن ثماشي بوادر أن المعارضة لا 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 لا، أنا أعي ما أقول، يعني المعارضة مش معناها راهو باش يهدم، أنا نقصد أنه حتى ما تكونش ثم سك على بياض لمن. طيب هذا هو في بيان 26 جويلية كنا أنت ند الرئيس فيما أقدم عليه، وطالبنا كذلك باحترام الحريات ومكاسب الشعب، ولا يعني هذه المساندة لا يفك على بياض. هذا هو هي مساندة نقضية، وسنتابع الأوضاع، وتابعنا الأوضاع ورأينا الكثير من التردد، رأينا الكثير من البطء. أنت تتذكر في فترة معينة الاتحاد طالب بخارج طريق، سيد رئيس الجمهورية قال لي اللي يحب يلوج على خارج طريق يمشي في ضد الجغرافيا، ولكن بعد شهرين هو عمل خارج طريق حيناه باهي لأنه رأي بطيئة نجمو نربحها. رأي مشكلة الوقت في البلاد، يبدو أن رئيس الدولة مش عطاها قيمة نتاعها، وخاصة ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي. رأي الأعداد شاعت، رأي الأسعار شالت، رأي الفقر زاد. اليوم نسبة الفقر معناها الخمسة نتاع التوانسة تحت سقف الفقر. احنا شفنا سي عبد الله الناس رافضه حتى باش تمارس استمراريه الدوله. عندنا اتفاقيات من عام 18 و19، استحقاقات للموظفين وغير الموظفين والقطاع العام واتفاقيات منضاد رافضين باش يطبقها. اليوم الاجر الادنى في تونس 400,000، معناها يجيش 120 دولار، هذا يتصفق معناها تحت سقف الفقر. سي عبد الله سي عبد الله نرجع شوية على موقف الاتحاد من الحوار الوطني. ولطالما طويل الفترة حتى من 25 جويلية وإحنا جايين شفنا عدة فترات الاتحاد يخوم موقف، وإلا يبدأ فما بيانات شديدة اللهجة باتجاه رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية في المقابل، الشد والجذب هكا ولي سي حمد يعني بين اتحاد الشغل، وهذا الكل طبيعي طبيعي جدا هو بطبيعة، لأنه الاتحاد كما توا ما يرفضش للرفض معناها. أختي العزيزة، أول حاجة الاتحاد لم يصدر أي بيان شديد اللهجة تجاه رئيس الجمهورية أو حتى بعض التصريحات أحيانا سي عبد الله، ونحترم مسؤولية الدولة، ولكن ننقد ونقول هذا التواجه غير سليم. الأكثرية سي عبد الله عندك الحق مش في بيانات الاتحاد، وانما في تصريحات الامين العام الطبوبي يحكي على برشا حاجه، يستعمل كلمه عبثيه خياره، معناها برشا هكا كلام كلمه تستعملها عبثيه، يعني خيارات عبثيه مثلا ولا الخطابات العامه سي عبد الله اكيد هو عبث. طبيعي الامين العام راه متوازن بالمليح ويعرف ايش يقول، ويقول لك ما يدري ويحترم الناس ويحترم المقامات أكيد، ولكن وقت لقاء السياسة متاع عبد شو قولوا راي عبد البلاد غارقة في العبد راي به. سي عبد الله شنو بعد رفض الاتحاد فماش هكا كيفاش تراو موقف رئيس الجمهورية، على خاطر الناس كل توا نستني في موقف الرئيس كيفاش باش يكون بعد رفض
الاتحاد للمشاركة في الحوار الوطني، تتوقعوا باش يقدم تنازلات أو يقدم مراجعات، أم أنه بعد اللقاء الأخير اللي جمعوا قبل يوم واحد من انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية يظهر لي لا مجال للتراجع من قبل رئيس الجمهورية، حسب رأيك؟ والله ما نحكمش على النوايا، يعني نحكم أن الحوار هذا غير جدي وغير مسؤول، وحوار اجتماعي مشترك فيه منظمات وأكبر منظمة في البلاد وعندها تاريخ معناها مقاطعات. شنو مصير هالحوار؟ وإلا لا؟ أي شنو مصير الحوار هذايا، وشنو مصير عمل اللجنة الوطنية من أجل جمهورية جديدة برأيك سي عبدالله؟ لا، مصيره الفشل، ومصيره هو إنجاز مشروع الرئيس قيس سعيد اللي مازال إلى حد الآن يستنفه الغموض. وأمام هذا الفشل سي عبدالله، هل الاتحاد العام التونسي للشغل باش يقدم مبادرة جديدة باش يقود هو يعني المرحلة القادمة في مبادرة تحاول تجمع الأطراف المعنية واللي الاتحاد ما عندوش احترازات عليهم، أم ماذا؟ الاتحاد ديما سيكون قوة بناء وقوة دعم للبلاد ومساهم فعال من أجل إنقاذ البلاد، ولكن طالما المشرفين على وضع البلاد لا يستمعون، الاتحاد غير مسؤول على الفشل. الاتحاد عبر عن رأيه، طرح الحلول والمقترحات، والرئيس متمسك برؤيته. أي هل سيكتفي الاتحاد بالمتابعة وإلا باش يقدم ربما مبادرة في الأيامات الجاية؟ على كل، احنا مازلنا نتابع في تطور الأحداث، ونرجو أنه رئيس الدولة يراجع المواقف، لأنه احنا ما نشكش انه رئيس الدوله نواياه سليمه واحد الكل ويحب ينقذ البلاد. تصور المساله هذه موجوده، بامكانه ان يراجع ويجمع الاطراف ويكون جامع للمنظمات والاحزاب ويجد المخرج اللي تجمع عليه توانسه، لانه اليوم وضع التجاذب والمناكفات السياسيه الانقسام اللي حاصل داخل الشعب راه هو موش مش يقدم بالبلاد، ويأثر الحرب الأهلية لا قدر الله. سي عبد الله، لو نقدموا شويه ونشوفوا انه تخرج مخرجات هذه اللجان وتكون في ضمنها برشا حاجات تتقاطع مع افكار الاتحاد، هل ان الاتحاد يغير رايه ويمشي مع هذه المقترحات؟ بالطبيعة احنا اي مقترح يخدم البلاد سندعمه، ولكن الحوار هذا طالما انه شكلي لا يمكن المشاركة فيه، ولكن وقت يكون مخرجات ايجابية واحد الكل المشاركة فيه ما زالت احنا فيما راهو الحاجة الباهية نقولوا راه باهية، والخايبة نقولوا لا راهي خايبة وما تجيش هكا، وكذا يجي وقدموا الحلول وقدموا البدائل. باهي، ما زالت فرصة انه الاتحاد يشارك اذا كان تم تقديم بعض التنازلات؟ كان مش يكون مواصفات نتاع حوار جدي ومسؤول، سيكون اول المشاركين الاتحاد، والاتحاد هو طالب وقدم مقترحات نتاع حوار اجتماعي، ورئيس الدولة هو اللي تلجا ومخلاش بعين الاعتبار حتى فوت المجالات نتاع الحوار. سؤال أخير سي عبد الله بخصوص موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة، يعني الاتحاد كيفاش يرى هذه الاستحقاقات اليوم وآخر الاستعدادات لها وعمل هيئة الانتخابات بخصوص موقف من الاستفتاء ولا الانتخابات التشريعية؟ الانتخابات التشريعية والاستفتاء توانسة حرار في مواقفهم، كل انسان ما نجم يشارك ما نجم ما يشاركش، هذه مثلا اخرى، وقت يكون زاد مخرجاتها مقنعه والناس الكل مجمع حولها، اما في الوضع هذا معناها راهو فما حتى مثال توقف، يعني نرى قادر اليوم الرئيس الاستفتاء بين 25 جويلي يكون جاهز والا لا، الانتخابات التشريعيه 17 ديسمبر كيف كيف برشا اسئله واحد كل يطرح، بقى احنا رانا ما نعبروش بديل عن الشعب،
خاصة عندما تكون المسألة مربوطة بالموقف الشخصي. بالاستفسار هي الأشخاص المواطنين السادسة هم اللي مش يمشوا يستفسروا ولا هم مش يمشوا ينتقدوا. ولكن الاتحاد عنده قاعدة كبيرة للمخالفين متاعه وللمسؤولين متاعه. ولا هذا هو المنخرطين. واضح. نشكرك برشا سي عبد الله العشي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، يعطيك الصحه على تدخلك معنا ومدنا بكل هذه التفاصيل. بعد شويه نحكيه على موقف رابطه تونسيه للدفاع عن حقوق الانسان من الحوار الوطني. دقيقه انتم في الاستماع لاذاعه الحياه فما زلنا مواصلين في ريكاب ميدي وكالعاده في الانترفيو دي جوغ الثالث اليوم. انترفيو دي جوغ نحكيه على موقف رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص الحوار الوطني، وافقت ولكن وضعت شروط. شنو ما هذه الشروط؟ أكيد باش نتعرف عليهم مع ضيفنا السيد جمال مسلم رئيس رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. سي جمال مسلم عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. عسلامة وتحية للمستمعات والمستمعين إذاعة الحياة. ماكش تسمع في صوت بالكدا، ربي تشوفونا تشوفونا معناها شنو الاشكال. سي جمال مرحبا بك معنا على اذاعه الحياه فام. معايا سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشان العام. سي جمال كنت في مرحبا. سي جمال مرحبا بك. كنت في تحيه لي. يعيشك. شكرا لك. سي جمال كنت في لقاء منذ قليل مع السيد رئيس الجمهوريه قيس سعيد، هكا ولا اي؟ توا خارج من القصر. توا خارج من خذينيك احنا وانت خارج من القصر. به يهمنا ياسر سي جميل انك تحكي لنا شنو اللي صار في هذا اللقاء، علاش تم هذا اللقاء وابرز النقاط اللي تم التركيز عليهم في اجتماعك مع رئيس الجمهوريه. هو اللقاء دام اكثر شويه من ساعه. المحتوى نتاع اللقاء هو المحكوم على 30 والمنظمات الوطنيه اللي تشارك واحد والرابطه مع سي جميل بربي تعلي صوتك شويه من فضلك باش نجم نسمعك بالقدا. قلت لك دار حول الحوار وحول البيان البلاغ اللي خرجناه احنا يوم الاحد بعد اجتماع المدير بعد المجلس الوطني للرابطه اللي اقر لطالب المشاركه في الحوار ببيانات الكل من منذ مدة قبل 25 جويلية. سمحوني. بسم الله عليك سي جمال. واليوم معناتها عطيت التحفظات اللي رفعتها لهي المديرة العلاقة بالحوار من أنه من نجموش نكونوا صورة في مخرجات حاضرة، وجاوب رئيس الجمهورية أنه ما فما حد شيء حاضر وانه اللجان اللي مش تخدم اللجان الاستشاريه مش تخدم مش هي اللي مش تالف التقارير النهائيه والتسجيل. اكدنا عليه انه يلزم حريه للمشاركين في اللجان هذه باش يستدعوا الخبرات اللي يشوفوهم لازمه لاناره اي نقطه من النقاط، لانه الناس كل ما تنجمش تكون عارفه بكل شيء جانب القانون الاقتصادي الاجتماعي. يلزم معناتها خبرات موجودة، خبرات رابطية حقوقية. فما أحزاب زادا من المسموح أن اللجنة تستمع إلى أحزاب؟ أي وجبت حكاية المشاركة متاع الأحزاب والمشاركة متاع بقية منظمات المجتمع المدني. أي ولكن هذا مشروط بموافقة رئيس اللجنة. أي مشروط بموافقة رئيس اللجنة. أي الدعوات تكون عبر رئيس اللجنة بالطبع، أما الأعضاء باللجنة يطلبوا معناتها الخبرات تشارك. مرهونة برئيس اللجنة اللي لازم يكون سوق معناتها. لا وطرحت المسألة الهامة اللي هي الحيز الزمني، خاطر في الآخر ما عندناش فرصة وقت في الآخر حتى 20 جوان يقولوا التقارير ترفع أسبوع قبل. معناتها ريال ما مش يكون عندنا ثلاثة جمعات، شنو مش نجم نعملوا ثلاثة جمعات بعلاقة بتصور مستقبل تونس الآن ولا على المدى البعيد، في الجانب السياسي وفي الفهم في الجانب الاقتصادي والاجتماعي هي المشكلة. وأكدت على الحقوق أنه ما تمسش حتى في تعديل الدستور، بالعكس يا عاد حتى تزيد تدعيم الحريات والحقوق تدعيمها بتفعيلها.
مش نتغاضوا عليها ولا نتغاضوا على بعض الفصول مخالفه للحريات العامه والفرديه والحقوق. والحقوق الاجيال الكل بما فيهم الحقوق البيئيه والثقافيه وغير كل تعرض لها. في هذا اللقاء سي جمال يعني أقنعك رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم توضح بالقد موقف هيئة أو رابطة حقوق الإنسان من المشاركة في هذا الحوار، تم تذليل الاحترازات اللي كانت لدى رابطة حقوق الإنسان. بالنسبة للاحترازات بالطبع معناتها الحيز الزمني هو اللي يقعد قايم إشكال خاطر يكمل هائل العمل المنتظر باش تنزل اللجان الاستشارية. معناتها الحيز الزمني داخل شوية ممكن اللجان تطلب تنبيه، أما بعلاقة بحرية نزول أحزاب ولا منظمات ولا جمعيات قال حر اللجان حرة باش تنادي اللاجئ وقال أنه قابل المسؤولين الأجنبيين المدة الأخيرة ممكن باش يزيد قابل أخرين بعلاقة بالحوار هذا. انا عبرت له تخوفي قبل الحوار هذا ان شاء الله ما يكونش حوار بكلي وما تكونش المهرجات نتاعو مع تحقق الوقت تكون سريعه واللي واحد يمشي في اي حاجه حاضره. هذا هو المشكل. باهي كان متفاهم الشيء هذا. باهي سي جمال باش نسالك بربي سؤال، هو في اطار انه كل الاطراف تقريبا اجمعت على انه الوقت ضيق جدا انه معناها تكمل هاللجان اعمالها وكل شيء من هوني حتى العشرين جوان. البارح كان ضيفنا عضو هيئة الانتخابات السيد محمد تليلي المنصري وقال انه كل شيء وارد بما فيه تأجيل موعد الاستفتاء معناه متاع 25 جويلية. هل هذا كان نقطة في لقائك اليوم؟ اي جبت له مسألة التسجيل عملية التسجيل اكثر من سجلين تونسي ما هوش سجلين خاصة لوصل الناس اللي تساوي باش قلنا انه الانتخابات لازم تصير حل شيء تكون شفافه وتكون مزيه وتكون جامع لجميع الناخبين معناتها اللوث في سن الانتخاب ما يلزمش احصاء اي شكل من الاشكال وهذا يبعين لهيئه الانتخابات بالموارد البشريه اللازمه وبالامكانيات الماديه اللازمه واللوجستيه اللازمه. هو بالنسبه لي متفائل لانه قال تتجاوز العقبه الفوريه لهيئه الانتخابات وتو نشوف الوقت شلون. يعني الى حد الان الرئيس متمسك بموعد 25 جويلية للاستفتاء. اي متمسك 25 جويلية ان شاء الله هذا ما نلقاوش رواحنا في وضعيه الا تجبر باش الاستفتاء تاريخ الاستفتاء يوخى. قال حاضر حاضر اما نشوفوا هيئه الانتخابات نشوفوا الحوار مع اعلان الحوار الوقت اللي ياخذ الحوار وخاصه المخرجات نتاعو. سي جمال انا نحيي موقف الرابطه انها كانت عندها من رحابه الصدر انها تعبر عن رايها وتسعى الى ايجاد حلول، واعتبر ان وجود الرابطه هي صمام امان لدعم الحريات. انا فقدت تساؤلي، هل ستكون الرابطه ممثله فقط ببعض الاشخاص او هي ستدعم باش يكون مشاركتها باشخاص فاعلين في المجالات اللي مش قاعده تدوله؟ شو مش يخرج امر هو في ترتيب اللجنه، اما انا سالته قلت له انا في مانيش مختص في الاقتصاد ممكن ننتشئوا الخبرات خلي احرار ننتشئوا اي واحد اي طرف حتى في الرابطه قلت له انا ممكن ظروف مرض ولا ما نكونش قريب نجم نعين نائب رئيس الرابطه ولا واحد من الرابطه اللي يعني ترك لكم حريه الاختيار. نعم. يعني الممثل نتاع الرابطه في الحوار. اي عجبتها الحكايه هذه وعلمت انه ممكن في بعض الجلسات ما نكونش موجود ويعوض الرابطه يعوضها ما دخلها مسؤولين. انت باش تحضر اما اذا كان يتعذر حضورك ينجم اي طرف اخر من الرابطه. اما الامر مش يخرج باسامي رؤساء المنظمات. واضح. به تطرقتوش سي جمال الى موقف اتحاد الشغل ورفض المشاركه في الحوار وما تاثير ذلك على عمل هذه اللجنه وما تاثير ذلك على مصير الحوار الوطني؟ احنا تطرقت وحطوا علاقتنا تاريخيه مع اتحاد الشغل وكان مفروض نجم
مس مع بعضنا، معناتها احنا موقفنا خارج الحل، خارج اجتماعنا لحد والهيئه الاداريه بتاع اتحاد الشغل عفوا نهار الاثنين. اما قلت شنو الامكانيات باش تلقى تنازلات على اساس التحاق اتحاد الشغل ممكن فعاليات اخرى في المجتمع، فعاليات سياسيه، خاصه انه نمشيو في بناء دوله مدنيه حقيقيه، والدوله المدنيه ما تكونش معزوله بالقوى الفاعله للمجتمع سواء سياسيه او مدنيه. مش نشوف تكون الايامات القادمه او الساعات القادمه حاسمه في الحكايه دي. يعني ابدا الرئيس استعداده لانه ربما قد يقدم بعض التنازلات لتشريك الاتحاد في الحوار؟ مش عارف كيفاش قال هما اختاروا باش يشاركوا، ما قلت لهم معليش انه اذا كان يستلم انه الحوار ما يكونش مخرجاته حاضره من قبل، قال لي حتى شيء ما هو حاضر، قال لي حتى شيء ما هو حاضر، ما عادش صحيح ولا لا. اما الاتحاد انا بالنسبه لي ماذا بيا يلتحق، هما احرار ونحترم موقفهم المحافظه العمريه، وكما نحترم موقف كل الاطراف السياسيه سواء الرابطه 25 جزيره كل ولا قابله به. طيب من بين النقاط الاخرى الاحترازيه مثلا اللي قدمها شريككم في الحوار الوطني اللي تعمل سابقا اتحاد الشغل هو النقطه اللي تتعلق بالاحزاب، الاتحاد يرفض اقصاء الاحزاب من المشهد السياسي، ما هو موقف الرابطه التونسي؟ حتى احنا في بلاغات وبيانات قلنا الاحزاب اللي مش مفرطه الازمه اللي عايشينها التاريخيه هذه يلزمها تشارك، اللي عبر استعداد المشاركه يلزم تشارك. بقى شكون قال يطلبوا المشاركه وشاركوا؟ حتى احنا غلط من قبل ما تطلبنا بتشريك الاحزاب السياسيه الوطنيه. واضح. مش متورطه في واضح. الازمه العاشية. واضح. يعني سي جمال بعد هذا اللقاء اللي جمعك برئيس الجمهوريه قيس سعيد تاكدت مشاركه الرابطه في هذا الحوار على اعتبار وانه تمت الموافقه على الشروط اللي طرحتها الرابطه وستشارك في هذا الحوار. الوقت هو الكفيل باش يظهر انه يقعد بينا عندنا حريه انسحاب اذا كان لاحظنا حاجه اخرى، محاوله حرف مخرجات ولا محاوله حرف نمط معين. بالطبع الرابطة مش تكون عندها الإمكانية باش تعبر على رأيها. ممكن تنسحب إذا كان ما تمش الالتزام؟ إذا كان ما فماش الظروف الدنيا الملائمة لإجراء حوار حر حقيقي ومستقل. فممكن وقت الرابطة تنسحب من هذا الحوار؟ نجم طبعا، كما كانت نجم ما تشاركش الحوار، كما تنجم حتى كما تنجم تواصل لحد الله. لأن الرابطة منظمة ديمقراطية، حتى قرار المشاركة كان قرار بأغلبية المديرة، الأقلية اللي رافضة تلتزم قرار الأغلبية. أما يلزم نعطيه حق الدفاع على موقفهم، الأقلية هي ياخذوا كل الحقوق باش يدافعوا على موقفهم بالنقاش والإقناع وهذا لو قاعد عنها لحد. سي جمال حكيتوش في موعد انطلاق الجلسات يعني عمل اللجنه هذه والحوار؟ ما فماش تاريخ. ما ممكن يكون في الساعات تقريبا القادمه ولا الايام. هو على خاطر هي مشكله نتاع وقت حيز زمني، معناتها محصور برشا، اذا كان يجي يوخر مش نزيد نحكوا. سي جمال سؤال أخير بخصوص مصير الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل الجمهورية الجديدة، كيفاش تراه في ظل يعني توسع دائرة الرافضين للمشاركة في هذه الهيئة أو في اللجان متاحة، وإذا بقي الحال على ما هو عليه ورفض الاتحاد المشاركة فيه، كيفاش تراه مصيرها؟ هل تنجم توصل إلى نتائج فعلية ويمكن تطبيقها وإلا لا؟ احنا طبعا الشرط المخرجات هذه اول حاجه لازم تكون حره، ما تكون فيها تاثيرات سياسيه ولا تاثيرات من اي جانب، والمخرجات لازم اعتبرها الاعتبار، مش كامل بعد تمشي حاجه هذا يلزم الامام مراقبه، واللجنه هذه عندها الحق باش تعبر رايها في الرفض اذا كان لاحظ
انه فما تدخل في عملها ولا تدخل ولا تحريف في مخرجاتها، يلزمها تخرج بلاغات وتعبر على رايها. واضح سي جمال، نشكرك برشا على تدخلك معنا، بارك الله فيك على مدنا بكل هذه التفاصيل الحصرية على إذاعة الحياة فهم. منذ قليل السيد جمال مسلم كان في لقاء مباشر مع رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج، وكان أدلنا بكل التوضيحات والنقاط اللي تم التطرق لهم وتعهدات رئيس الجمهورية للرابطة بأنه باش يتم معناها يخليهم يخدموا بكل حرية ويعطيوا رأيهم وعندهم مجال من الحرية اللي باش ينجموا يتحركوا فيه. كانت هذه تفاصيل حصرية على إذاعة الحياة فهم. مشكور جدا سي جمال مسلم، نشكرك برشا سي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. نشكر ضيوفي الكل اللي دخلوا معايا لليوم، نشكر أمنة بوخيت في الإخراج التقني، سيف بولعريس في الديجيتال، أنس الهمامي في الستاندر. كنت معكم سهام حمدي في غيكاب ميدي من نص نهار حتى التوا، نتقابل غدوة في غيكاب جديدة في الأمان. غيكاب ميدي، غيكاب ميدي، متابعة لآخر المستجدات الإخبارية.